أدانت النقابات المهنية المجازر المتكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف بالأساس كسر إرادة الشعب الفلسطيني. شددت النقابات المهنية على رفضها الكامل لكل مشروعات التهجير والتوطين التي يتم الترويج لها، وذلك بهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني بالمهجر في العودة إلى أرضه المحتلة. احنا كلنا بندين الإجرام وجرام الإسرائيلية اللي ارتكبت، سواء التهجير القسري، العقاب الجماعي، استهداف النساء والأطفال، استهداف المستشفيات، كل دي جرائم حرب يعني ولا تنتهي حتى بالتقادم. وإن احنا بندعم الشعب الفلسطيني كامل الدعم، وإنه القضية قضيتنا كلنا. الاجتماع النهاردة كان للتأكيد على دعمنا الكامل لأشقائنا في فلسطين في حقهم في إقامة وطن مستقل عاصمته القدس الشريف، وحقهم في العودة من هجر من 48 وما تلاها من تهجيرات، ورفض قاطع تام بإجماع الآراء لأي تهجير سواء لسيناء أو لأي مكان آخر. والله طبعا احنا امبارح طلعنا في وفد فني لزيارة معبر رفح، وشفنا بعينينا بقى اللي كنا بنسمع عنه أو بنشوفه في شاشات التلفزيون، ويعني بجد الوجع جامد قوي والألم جامد قوي، وربنا يكون في عونهم واحنا معاهم وبنثمن دور القيادة السياسية. تأكيد يعني مصر على المستويين بما يخص الحدث الجلل الذي شهدته الأراضي الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة. المصريين كلهم عن بكرة أبيهم، يعني سواء كان القيادة السياسية أو الشعب المصري كله رافض رفضا تاما لهذه التجاوزات، كله قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني. كلنا مشتركين في نفس المشاعر تجاه ما يجري لاخواننا الفلسطينيين في كل الارض الفلسطينيه، فكان لابد من تجميع هذه الجهود، وديت فالنقابه الصحفيين تبنت الدعوه ودعت النقابات المهنيه، وكلنا تقريبا كنا مشتركين في كل التفاصيل، وقررنا ان توحيد اجراءاتنا ويبقى عندنا خطوات مشتركه موحدة لدعم في محاولة لتعظيم الجهود، ويبقى بنقدم رسالة أننا جميعا نجتمع على يعني رفض الانتكات ورفض الجرائم اللي بتحقق الشعب الفلسطيني، وأيضا بنجتمع بحيث نعظم الجهود سواء من خلال جهود إغاثة أو جهود قانونية أو حتى جهود إعلامية، من خلال باعتبارنا باستغلال هذا التنوع في دعم القضية الفلسطينية.